الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. علم الفرائض. تعريف علم الفرائض في شكي أما يعني مركبة إزافية في قلب العلم الفرائض وشون أصول الفقه أو جر مركبة إزافي بو مزاف يكون مزاف إليه أمش ديني هم مزافك تعريفك هم مزاف إليك. مثلا تولى علم، علم تشيا ولا هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أوج أوي بيزانيني شيئا يعني اشتكى دركي بيبقي بيزاني على ما هو عليه. شوني دركي لسر أو حالتيك لسريتي يعني شون وابناسي. مثلا إذا ما ليوانا أجر تو مثلا بشتي تريتي بقي أو جهلة أو بشتي تريتي نقي أو شتي واقع شيء هر أو أي تي بقي كانت تي جيشتني شد بي جيشتني شد وجهها أبيت علم أو. ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. وداء بردري علمي علمي كذلك يعني بوشي وكا إدراك الشيء على ما هو عليه بيه دا أبريه بسر أو داك ذهني تو حكم بكا. شو حكمي؟ حكمي كي جازم يعني حكمي كي نغور واتا جزم البيانا بي خلقي شخصد بوكا بيجي أو هونية تو لكولي نبي تو اسمنا أما كتابة ست صار خلق بي بيجي أو كتاب نية أما فرشة مثلا خلقي تريج بيان يعني جزم مهيا واتوانية دانا مزرعة بيتم لسري دا مزرعة لسري جزم مهيا يعني يقين مهيا جاء حكم يعني على حكم حكم الذهن الجازمي جازمك صفتي ذهنك نية صفتي حكمك يا كمزافك يا عوا أو حكم جازمي جاء على داء برضي بسلام يعني تواني عوا تفكيكي على ملاكي ليلاوي ملانا هنا ملانا بينا زان ولا علاكي ليلاوي بلي باوع علم شيء حكم الذهن الجازم المطابق للواقع ولا شنو حكمك مجرور وإما صفتك عن شيء مجرور لكن كحكم جازم ولي جاري واشيء كبر حكم جازم يعني اشتيق بخلاف حالي أبي حتى إيوارا مثلا تو بي بلي وانية أو وانية أما مثلا بردة أما دارنية أما شيشة مثلا أما كاشينية تيجي أو هرب كاشي حالي بوا يعني أوش خوي مثلا حكمك جازمة ولي مطابق بواقعنية جهلي مركب بابت جهلي تابت جهلي مركب باشا كواتا أبي يعني علم بريتية لحكم جازمي مطابق بواقع كالذهن ودرأتشي ذهن أو حكمك يعني حكمك يزين كما يطلق أيضا هر وقت داش أبردري علم على القواعد المدونة والفنون المبينة. هل وقد داء بالريب بسر أو قاعدة ويا ساقشتيانة دا كتدوين بو يعني بشكل كتاب نسراو وكتاب وديوان هات وتآراو وهل وها داء بالريب بسر أو فنانة دا باشا يعني أو علمانة دا أو فنانة دا كالمبينة كبيان كراون نسراو مثلا فني أصول فني صرف فني نحو أبو فنانج على علم. أما تعريف مزافة كبو جابوا هنا وسر قواعد مدونة كأيما إيجن علم الفرائل فرائل خوي قواعد كي مدوني هيا يعني أو قواعد مدوني كمربوط بفرائضة جايسة فرائلش لنزل الفرائل جمع فريضة جمع فريضة فريضي بمعنى مفروضة شنو ما هو طبيعية فعيلي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وها فعولي بمعنى فاعل ومفعول ما نايا أم جال دباشة أقروابي فريضة بمعنى مفروضة بيت شو معنى هكي يا أي مقدرة أشكري بعطف التفسير مقدرتين خواني توا يعني مقدر يعني دياري كراو قدركي معلوم كرياوي قدر وأنازكي باشا بو مثلا بفرائل يعني مثلا يجن بوشي بيجن فرائل
يعني الو الو كان على وجيلا و فريضه بمعنى مفروله بمفروله بمعنى مقدره به ان جاء ما ام فرائض كجمع او فريلي بمعنى مفروله بمعنى مقدره يا اي كان بنا او علمه اخلي ما فيها لبرأويك هيا لأو علم رأي لفرائلة من السهام المقدرة شرعا باشا لو سهماني كالروانجي شرع ودياري كلا وبوهر بجبريك بوهر وارسيك أها جاءم جارة خب فرائل وتي أماسي غي منتهى جموع أو جمع فريضية فريضة بمعنى مفروضية ومفروضة بمعنى مقدرة ديني ام جار ضلي بوتها قد ناقري اشي تسر مخزي اشتقاقك بذلك او مخزي اشتقاقك في وري وضاد بش معناها هاتوا علي والفرض لغه التقدير فرض للغه تاب معناه تقديره يعني بو معناها يعني البتلا مغنيه شج معناه لغوي بو للغه تاب فرض يناوه باشا بلام ديالا أوان كم مربوط ببحثك إيه ما هر تانية يجمعنا أن مربوط ببحثك إيه ما بوي أم تانية أو دانيني إيه جي مثلا فر بمعنى تقديره ومنه قول الله تبارك وتعالى فر بمعنى تقدير يعني أنا ذكر مثلا فنصف ما فرلتم يعني ما قدرتم يعني أجر هاتو مثلا جنتان ما ركرد وجنك لو بر ما ريتان بو قرار كردبو دواي أو الساستان نهاد بر وصل الطلاق تان دا فعليكم نصف ما فرلتم لها لا ماشي وشك خرات انت جبيده وتنبيده يعني نيوي وش قدرتم كم قدرت انك حاربي اي نصف ما قدرتم اما او مثلا وقت فرل بمعناي او هاتوا بمعناي تبيين هاتوا مثلا فرل الله تحله ايمانكم يعني خواهي قوري بوي بيان كردن كشون سوينة كانتان بكنوو لبازني سوينة كدرباز ببن آخر سوينة ك مثلا اوايا بوتا مانعي ايوا منعي ايوا منعي ايوا كاري تو سوينة كتخواردوها مثلا خواردن يقنا خوي مالي كسي نسي لقال كسي قسانا كي هو مانعي بو ايجاد كردوي والله بخواهي قوري بيد دلي سوينة كتبشكينا او كارك تركيسي للرحمه يا انجامي بدو دواي كفارتك يبدا او حال بره اوفر الله تحله ايمانكم او يا يا لشن والذي فرض عليك القران فرضنا انزله يا نزله على نزل عليك القران او هاتوا مثلا جقلوا معناها معاني تري شهر هي يعني شش معناها هاتوا لا مغنية هرشش معناها قيد يعني والفرض شرعا أما فرل شرعا نصيب مقدر في شرع للوارث يعني فرض لشرعا بريتية لبشيكي أندازة جيراو يعني بأندازة دياري كراو لشرعا بوكي دياري كراو للوارث بوبش بركة أو كبش أبا أي باشا أما إيسا إما أمرك بإزافية هم مزاف إليه كمان تعريف كردو هم مزافك اي بيكو اگر هر كان بيكو بن مركبه اضافيه كتر تعريف ايش فيها يا جو علم الفرائل شرعا علمي فرائل شرع دا امي هو فقه المواريث يعني بريتين لا تشنشد بريتيا لا فقه مواريث يعني لا زانيني ميرات مثلا كي باشي تشنيك وكي ارسباو كي نايباو وعلمي مواريث فقه موارث تنيا اوانيه كبش اخا بهم بزاني بشبركه كيا وام جارب زاني ان زي بشكي شنيكا وبش شرائته ارز ابا او انهم بزاني وفق الموارث ما هو موارث كلمه كي جمع ميراثه جمع ميراث الميراث هر هم ان وكو مقدار تقريبا البته لرا بمعنى التي ارس بردن ولا لمعنى التنا معنى حاربي هر معنى ميراث يعني هر او معنى مصري يعني ارث او ارث بر وعلم الحساب علم حسابش دبي بزاني علم حساب كام علم حساب شأن نازا ولا علم الحساب الموصل يعني علم حساب كبل يعني جيانر بيا لمعرفه ما يخص كل ذي حق من التركه
باشە کە بگەیەنێ و بگەیەنێ بەچی بگەیەنێ بە شناختی ئەو شتەی کە تایبەتە بە هەر خاوەن حەقێک و یعنی بەشەکەی بن پێم ناسی یعنی تۆ بۆ حیسابە ئی ناسی کە حیسابەکە نەبێ بۆ جێبەجێ نابێ یعنی ئەگەر ئەو حیسابە مەخصوسە بێ مەسە ئایسەکانێ وا فرسکە کابرا مردووە ژنێکی هەیە و دایکێکی هەیە و مەسەرەن دوو کچی هەیە ئەوە بزانی کەوا ژنەکە یەک هەشتم یەکەوێ بزانی دایکەکە یەک شەشم یەکەوێ و بیش زانی کە مەسەلەن باڵێ کچەکان دوو سووەم یانەکەوێ ئەگەر تۆ عیلمی حیساب نەزانی نەتوانی مەخرەجێکی مشتەرەک بۆ ئەمانە دۆزی تۆ چونکە خۆ لە هەشت ناکری ئایسە هەشت ئەسەن یەک سووەمی نییە یعنی تەقسیم بەرسێ نابێ پس ئێمە لەو هەشتە هەر ئەتوانی بەشی ژنەکە بدەین یەک شەشمیشی نییە تا بەشی دایکەکەی لێ بدەین یعنی ئێمە لەو یەک هەشتمە تەنها بەشی کێمان بۆ ئەدرێ بەشی ژنەکەمان بۆ ئەدرێ بەشی دایکەکەمان بۆ نادرێت چون ئەبێ ئەو عەدەدەی یعنی ئەو مەسئلەی کە تۆ هەتا ئەشێ بەسەر مەخرەجی کەسرەکە تەقسیم بێ یعنی تۆ چۆن بەسەر مەخرەجی کەسرەکە مەسەیسەکانێ مافی دایک یەک شەشم نییە مەخرەجەکەی شەشە سوورەتەکەی یەکە یەک شەشم کە عەرەبیەکەی پێی ئەڵێن سدس ئەشێ مەسەلەن ئێمە مەسەلەکەمان لە عەدەدێکا بێ کە ئەو عەدەدە تەقسیم ببێ بەر شەش چون تەقسیم یەکەین بەر شەش و خارج قسمەتەکەی هەرچەنێ بوو ئەیدەین بە دایکەکە مەسەلەن حاڵبی مەسەل مافی کچەکان دوو سووەمە ئەشێ ئەو عەدەدە تەقسیم ببێ بەر سێ تا تۆ بتوانی مافی ئەوان بدەی ئەم جارە ئەشێ عەدەدی هەشت تەنیا بەر هەشت تەقسیمەوێ پەس خۆ ناکرێ ئەشێ ئێمە لە بینی ئەم سێ عەدەدەدا مەخرەجێکیان بۆ دۆزینەوە یعنی بۆ سێەکە و بۆ شەشەکە و بۆ هەشتەکە چاکە خۆب هەر با لێرەوە فێربی قەیناکە دۆزینەوەی مەخرەج چۆن تۆ چۆن مەخرەجی عەدەدە دۆزیتەوە پێشەکی بزانە کە ئێمە نۆ کەسرمان هەیە لە عەرەبیە پێی ئەڵن لە حسێبی عەرەبیە پێی ئەڵن کوسوری تیسعە ئەو نۆ کەسریشە نیسفە و ثلثە و ڕوبعە و ئەتوانی بخۆی تۆ لە ئەسا ثلث ڕوبوع وەک عنوقوان گشتیان ولی ئەتوانی بە تەخفیفی عەینەکەش بخوێنیتەوە بۆی نەبێ بە ئیراد لەسەرمان نیسف ثلث ڕوبع خمس سدس سبع ثمن تسع عشر ئەمە کوسوری نۆگانەیە ئەگەر ئەم کەسرانە کەوتنە یەک بۆ ئەوەی مەخرەجەکەی مەخرەج مشتەرەکەکە پەیاکەین باشە ئێمە نیسبەتی بینی دوو عەدەد یا چەند عەدەد لە چوار حاڵەت بەدەر نییە لە چوار حاڵەت بەدەر نییە حاڵەتی یەکەمیان ئەوەیە ئەم دوو عەدەدە کە هەن بەیەکۆ هیچ کامێکیان ناتوانین تەقسیم بکەین بەسەر ئەوتریان یا بە عیبارەتێکی تر کەسری مشتەرەکیان نییە لەگەڵ یەکە مەسایسەکانێ سێ لەگەڵ چوار کەسری مشتەرەکیان نییە سێ کەسرێکی هەیە کەسرەکە یەک سووەمە چواریش کەسرێکی هەیە کەسرەکە یەک چوارمە وەلێ دیار هەر یەک کەسری خۆیەتی کەسری مشتەرەکیان نییە ئەم دوو عەدەدە ئیسلاحەن ئەڵێن متەباینەینن سێ و چوارەکە بۆ دۆزینەوەی مەخرەج مشتەرەکیان یعنی عەدەدێ پەیاکەین تەقسیم بەر هەردووکیان کرێ سێ زەر بکەین لە چوارە ئەکاتە دوازدە ئەستا تۆ دوازدە هەم ئەتوانی لە سێ زەربی کە بەر سێ تەقسیمی کە هەم ئەتوانی بەر چوار تەقسیمی کە حاڵبی ئەوە ئەوە حاڵەتی دووەم ئەوەیە کە ڕەنگە دوو عەدەدەکە هەر میسلی یەک بن مەسەن دوو دانە شەشە دوو دانە چوارە دوو دانە هەشتە ئەوە هەر یەکێک لەوان ئەتوانێت مەخرەجی مشتەرەک بێ ئیتر ئیکتیفا بە دانەیەکیانەکەین ئەڵێن ئەمیانە بەسمانە ئەوە پێی ئەڵێن متەماسیلەین تەبایون تەماسل ئەمڕە مەعمولەن عەدەدەکە یەک نین وەلێ کەسری مشتەرەکیان هەیە باشە کەسری مشتەرەکیان هەیە جا ئەو کەسرە مشتەرەکە کە هەیانە لە نێوانیانە باوە بڵێن جگەلەوەی کەسری مشتەرەکیان باوە بڵێن بڵێن ئەم دوو عەدەدەکە بە یەکۆن گەورە و چکۆلە وەختی وا هەیە تۆ ئەتوانی گەورەکە بەسەر چکۆلەکە تەقسیم کەی بە جۆرێک کە باقیماندە نەمێنی ئەو دوو عەدەدە پیان ئەڵێن متەداخیلەین گەورەکەیان مەخرەجی مشتەرەکە مەسەوکو شەش و سێ
لازم ناكه مثلا سيزرب كي لا شاشه مخرج بكري هر شاشه كه مخرجي هدو يعني اتواني هم بر شش تقسيمي كي هم بر سي تقسيمي اوا بله حالتي اخريا جابوا دو عدد المتداخلين او يان داخله لو يانا اهم وصلوا سي وشاشه مخرج مشترك بشاشه بكري اغورك يعني هر وقت دو گوره چکوله کوتنه یک بو شرطه اگر گوره که تقسیم بر چکوله که باقی مانده نمیانه اوه گوره که لنظره گرین مخرجی مشترکی هر دو کیانه باقی مانده چون مجلو چیه دو مثلا نیسا شش تقسیم بر سیب که باقی مانده نمیانه شش تقسیم که بس سی نفره یکی دو یانه که وی دیتی هیچ نمیانه ولی تو بینه آره آره تو بینه شش تقسیم که بر چوار حالبی مثلا اگر دو باقی مانده امینید چوار کس هیه شش تمنه بده سویه یکی تمنه کنبر یا دو تمنه بده سویه مینه مثلا ایتی به تمنی ساغ نیه وردی که تو مثلا اوشکی به نیو آوه تانی تقسیمی که بسر یعنی آوه آخر دانکه این توافقه که ما کاربردی زورتره توافقه که اوه دوانکه دو عددکه کسری مشترک یعنی هیه گورو چکولن ولی بجوری که اگر گوره که بسر چکولکا تقسیم کی هی نابی باقی منده امینی وکو مثلا شش و چوار لگلی کار نظری کری لیره ایمه بو اوی که مخرج مشترکیان دوزینو چیه که این علیو دینین لدوزینوی مخرج مشترک کدا اواکین کسر مشترک کان دوزینو کسری مشترکی بین اودوانا مثلا شش و چوار لنظری کری کسرکانی شش کامو کامن شش یک دوامی هیا نو کسرکه ابی بزهن بسپیری یک دوام کنیسته هیتی یک سوامی شی هیا حال ببرا یک ششمی شی هیا عاسی کسری هیا ای چوار چند کسری هیا یک ششم اکیری بیتا سدس نصف و سلس و سدسی هیا او سیانی هیا ای چوار چند کامو کامی هیا چواریش یک چواری می هیا و یک دوام یعنی ربع و نصف او دوانه هیا تماشا کن ام شوار دو كسري هيا ربع كيل لنا وششانية شو شش ربع نبو حال ببرا ام جار شش مثلا سدس و سلس و نصف هيا سدسك و سلسك لشوارانية ولي نصفك لهردو كيانا هيا هم لشوارا هيا هم لششا هيا فاز ايس ايماتو عني تسمين بقرين بيقين بيجين شش و شوار متوافق بالنصف متوافقين بالنصف يعني لنصف موافقا واتا كسره كي مشترك يعني او يجي نصف يعني دبيت الدو كسره يعني يقدوم كسري مشترك لبيننا جائسة لو مثلا هن إيسا نصفي هر يقلو دو عدد بجياب أخوي نصفك أبيت وفق مثلا سكالي نصفي شش سي سي استلاحا بيالن وفقي وفقي شش حالبي بيالن وفق مثلا نيوي شواريش دوا استلاحا باو دوا اجن وفق اها ايسا ام دوانا كمتوافق بالنصف باشا نصفي يك يك لو دو عددا ايتي بينا اجن نصف ليرا اجن وفق وفقي يك لو دو عددا زربكين لو تريان مثلا وفقي شوار زربكين لششا اوتا دوانزا يا وفقي شش كسيايا زربي اكين لشواره هر بيت دوانزا يعني ابيت مخرج مشترك انا بيت دوانزا بوجر ابو جره مخرج مشترك كباياك او مثالك من هنا موا كابرا يا مردو شنو يكو دايك يكو كشكي هيا دوكش دوكش يدو دوكش كوت من دو سو ميانا كوي دايك كي يك هشتم يا كوي وبلا يك ششم يا كوي جنك يك هشتم يا كوي اسا اگر ايما لجر دا فيا بين ليك شكانو مخرجي كسري كشكان سي سي لغال مخرجي كسري دايكا ششا ششو سي سي داخل على ششا ايتل غوركا حساوك اي كششكا ايت كار بس يكنيه امرا شش لغال هشت على نظر اجري ششو هشت كسركان يعني ادوزيتو كسري شش سدسو سلسو نصف اي كسري هشت ثمن وربع ونصف تماشاكن فقد نصفك مشترك لبيننا فاز اتوانين تسبق لكاكا هشت وشش متوافقين بالنصف باشا نصفي اميان نصفي اميان وفقي اميان يعني مثلا وفقي ششكا كسيا
زربي كلا شوارة كلا كرة لهشت كلا أبيت بسوشوار وفقي هش كشوارة زربي كلا ششة حركات بسوشوار فز إما لوا أو معلق كين بسوشوار بشو باشا جرك ما نبش كشكان بي كشكان يدوسوا ميانا كوي مخرج كسركان سيا بسوشوار تقسيم برسيا كين بسوشوار تقسيم برسيا كاتشني هشت دي أمجا شون أوان هشتا كواتا هشتا يك سواما أوان دو سواما يعني هشتا يعني بوزر بكين لدوا شون دو سواما يعني حالبي أبدا بتا شانزة لو بسوشوارا شانزة تعلق قريبا كيو هشتا أو بسوارا كتقسيم بار سيرا كلمة هشتا هشتا سيرا كيفرمو جاء عرضك هشتا كأوتما يك سواما بسوشوارا وايا خب يك سواما بسوشوارا كشاكان دو دانبون دو سواما يعني كوزي إذا خو منا به هشتیان بله چون هش یک سوه مظلم یان دیه چه اشه دو سوه میان بینی دو سوه مگه دیار دو برابری او هشتیا هشتکی بو زرب کین له دو حال ببره ابيت شاست اوی صورتی کسرکه اخر کسرکان دو سوه ما صورتکی دو مخرجکی سیه بیسو شوار دابشکی بسر مخرجکی انا ابيت هشت باشا امر ام هشت زرب کین له صورتکی انا حال برا أبيت الشعصدة أولاً وش هذا من دابي دايكك يكششم يكو مخرجي كسركي ششة بيسو شوار تقسيم برششكي أبيت شوار حال بي إتا أمزر بوشتيلة هيتش هنها شون هروية يك شوار يك ششم شوارك جدين بو أما چاني ما بيس من دابي حال بي ما بيس من دابي دي جنكا چاني يكو يك هشتم يكو بيسو شوار تقسيم مخرج كسركي هشتا چاكا بيشو شوار تقسيم بر هشتاكي أبيت السي سي أدني أما بيستو سي يك أمانيتو تا ديارة أقر لصورتك أو وارز ببي مسا عصب أو أمانة ببي وفرك كابرا برايكي هيا أو يك براك ديبا مثلا هاو حالبي إيسا أقر نشبا قانون ردش معناه أتواني ردي كي توا أوش خوي نيازي با عملياتي حسابي هيا يعني أعب بعلم حساب عمليات كبيرة بيتا. خب إيسا ليرة بلا أمرا بوي أبوتيها وعلم الحساب كأو علم الحساب الصفة وايا الموصل موصلك هو صفة بو حسابك لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة يعني مسايسة أو علم حساب ما نزاني إيما شي ما نكر أو علم حساب إيما يقيان بشناختي أو بشا أو ما أنا وبني بش أو بشي كتايبته بهر يقل وارثانة بكش كانوا بدايك كوا بجنكيش أو حال برا برا لشي لتركك لو معلوا مردوك بجي الله وقيل نخيل با وقيل علم فرائض أوانيا بلكو هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة بريتيا مثلا لا علم بكومالي يا سايقشتي كاو يا سايقشتيانا هم فقهين وهم حسابيش يا ساي فقه ويا ساي علم حساب يعرف بها دناسري بو يا سايقشتيانا نصيب كل وارث من تركتي نصيبي هر بجبريك لشي نصيبك لتركك اما تواب جاء ويقال لعلم الفرائض علم المواريث يا وكو شلون بيالين علم فرائض علم موارث شي بيالين موارثك جمع ميراث ويقال تراث وارث يعني وق ميراث او تري تراث وارث اخ تراث الى صار وراثه وكريابته ارث بيالين باشا يسمى ميراث بيو تراث بيو ارث بيه هو اسم لما يورث عن الميت باشا يعني ناو بو اوشتي كدبريت لمردو يعني مثلا لدواي مردو لمردو بجيم يعني أبلي أدريبا يورث من الميت مأخوذ من قولهم وريث فلان غيره يعني لو ورقيراوا فلان كس لغير خوي إرسي برعا وريث داود وريث سليمان داود وهو اسم لما يورث مأخوذ من قولهم وريث فلان غيره إذا ناله شيء من تركته زمانی که بگا بو فلانه شتیگ لطریقه غیره که خوی او حال بی
أو يا أوبي أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته كهيني ورث سليمان داود على مكانه أو تاني بيغمبريتيك بالي يعني يا أويك يعني وقت يجن ورث فلان غيره ببيري وشو عنده معناها يا علين باشا مالك يبر لويك أو بجي يلابو يعني خير جي أوي قرتوا لكاروبارك كان دواي مردني أو مرد مثلا أمو بجينشيني أو ومنه هل آلم باشا دوامية كألين قول الله تبارك وتعالى قول الله تعالى كأفرمي ولله ميراث السماوات والأرض باشا هربو خدايا بشكاني آسمان الزوي يا كارو أمركان أموري آسمان الزوي أو بريوي أبا شون يعني أجر آسمان الزوي نما يا كسانينا وآسمان الزوي نمان أويك أمين خواني آسمان الزوية خواني كسكانيتي حربي بويا زين شون اللي شون ما سو وارث بمعنى باقي لي أدنه أو بملازمة شون كوارث دواي موارث ما هو حرب لا بس هاي سنية يكلنا وكاني خلا وارثة وارث يكل أوهم ناويك خواياتي هزار ناوكا صد ناوكا يك كان وارثة يعني أوهم يك مثلا أنا أخوان بمالك دزان حمو يدمر كشي دمري أو دمين مالي معلوم إيش ولا شك أن الوارثة يخلف المتوفى في ملك أو إيش ملك به في ملك أمواله باشا معلومة كوارث يعني بجبر جاي متوفى يعني جاي مردوكا أقريتو أشيت جاي مردوكا لمالكيتي أموالك يا تا إسا أقر زيد مالكي مركاني خويب وإسا أمردوك ركي مالكي مركانا تا إرى رنق بس بيا باشا موفق بشكل